عندي سؤال دكتور دين. دلوقتي ممكن حد يجي يقول لك طيب لو رحنا شويه للشق النفسي، في بعض الناس بتفقد شعر والشاب بيبقى شاحب وما بيبقاش عندها طاقه، بس ده بيبقى راجع لمشاكل نفسيه، توتر، انكزايتي، الحاجات دي كلها. هل دول برضو الناس اللي بتعاني من الحاجات دي تقدر ان هي من خلال الفيتامين يظبط عندها النسب فالوضع يبقى احسن؟ قلب مالتي فيت هايل لتدعيم القصه دي. الاكتئاب والانكزايتي بيبقى نقص فيتامينات ومعادن، مينلي فيتامين سي حلو جدا. انت عندك فيتامين بي كومبلكس مهم جدا للاعصاب، عندك فيتامين سي وفيتامين اي الاثنين مضادات اكسده، لان كلنا بيحصل لنا اكسده من التهابات او الفئه اللي بتدخن بيحصل اكسده، التلوث الجوي، اشعه الشمس، فكل الحاجات دي بتعمل لي خلايا شرده في الدم ماشيه تبوظ لي حاجات. فلازم استخدم مكمل غذائي يلتهم الخلايا الحره دي وما يخليهاش تمشي في الدم. فانت عندك كمان بتقلل الالتهابات وبتدعمي الطاقه، فكل الحاجات دي بتخلي الاكتئاب يقل مع الاسترس. بس ده خبر حلو يعني جدا، لان خلي بالك من حاجه دكتور، برضو الناس اللي هي بتعاني من مشاكل عصبيه او نفسيه دي بتلجا لادويه ربما بتكون مش الافضل في فكره هنا، يعني المهدئات والحاجات اللي زي كده، بتهيألي دي ليها اضرار برضو كمان لو اتاخدت بشكل مكثف. فاحنا بنتكلم لا، انت بتتعالج مش من خلال حاجات تضر جسمك على اللونج ران، انت بتتعالج من خلال فيتامينز انت بتفيد جسمك بيها. لازم يدعم جسمك دي نقطه مهمه طبعا. ادويه الاكتئاب والمهدئات لا يمكن تتاخد تحت اشراف طبيب اطلاقا، والحاجات كمان بتبقى بريسكريبشن، يعني الحاجات الجدول لازم تبقى بروشتة، ما ينفعش يعني صيدلي او كده يطلعها اطلاقا من غير روشتات. لكن نقدر ندعم صحتنا النفسيه، ندعمها بقلب مالتي فيت، لان هو فيه الحقيقه كل المكملات، كل الانجريدينتس المهمه للاعصاب وصحه الدماغ وعدم الاكسده. العبوه هتكفي شهر بس هو الكورس 3 شهور صح؟ وبعدين ممكن اقف شويه وارجع ولا ازاي؟ ما عنديش مشكله ان انا اكمل على 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 قلب مالتي فيت، لان التركيز بتاعته مش عاليه، هو اعلى تركيز في الزنك، والزنك ما بيتخزنش بينزل على طول. فيتامين سي فيه 500 مللي جرام على اساس ان احنا محتاجين 1 جرام، فانا سايبه للناس سبيس ان هم ياكلوا سلطات يعني. وياكلوا سترس. فيتامين بي كومبلكس الكونسنتريشن بتاعه حلو جدا، ما بيعملش اي سميه. عندك الكالسيوم مهم جدا، لان بعد فتره الجسم العظم محتاج كالسيوم لانه لا ينتج بعد سن الخمسين. الكوبر نسبته قليله، فما عنديش اي مشكله ان انا امشي عليه لايف تايم، لان هو في ثلاثه فيتامينز مهمين جدا، لكن دول بيتاخدوا بعد التحليل، فيتامين د، فيتامين دي، فيتامين كي، وفيتامين الف اي.